حضرتك ايه حضرتك المعهد؟ انا فخور بزيارتي لمقر معهد الاورام في الشرقيه، وبحيي كل تبرعوا لاقامه هذا الصرح الطبي المحترم بالجهود الذاتيه، وبدعو كل المصريين لان يسهموا في اتمام ما بداوا اخوه لهم، واعد بان ان شاء الله سأمكن هذا الصرح الطبي من أن يكتمل في أفضل وضع بأسرع وقت لتقديم خدمة مش بس العيال الشرعية، لكل قاصدي العلاج من الأورام على مستوى الجمهورية، وبالذات أنه قريب من أهلنا في سيناء. ربنا يبارك في هذا الجهد ويتم بإذن الله عليه. شكرا.